كابتن اسامه الف مبروك، فوز مهم ومستحق. اه طبعا فوز مهم اكيد. احنا قلنا النادي الاهلي حتى لو بيلعب ماتش ودي محتاج انه يكسب لانه بيدي قيمه للتيشيرت بتاعه. فوز مستحق فعلا، لانه الشوط الاولاني يعني الاداء كان يعني قليل جدا، ما كانش فيه خطوره كبيره على مرمى حارس الجيش محمد شعباني غير واحده في الاخر كان اشرف لعبها لمحمد شريف وحطها ببطن رجله فوق العارضه، كان في نديه. الهدف بتاع قفشه في بدايه الشوط على طول اتصرف فيها كويس قوي، استغل الخطا اللي حصل من الحارس وقطعت الكره من السوليه لقفشه، استلم ولف وحطها في زاويه صعبه، سهل الدنيا كتير قوي. وخلى الجيش شبه الجول بتاع القاضيه بالظبط، شبهه بس دي صعبه من الزاويه بتاع القاضيه، كان من الجنب الشمال على الطاير وراحت في الزاويه البعيد، لكن دي في نفس الاتجاه بتاعها بس راحت مايله وبعيده جدا، لازقه في القائم الايسر، فهدف جميل من قفشه. الامور اتفتحت بعد كده، الجيش بيحاول وبيعافر لانه موقفه صعب جدا، وقلنا نقطه واحده حتى مش كافيه بالنسبه له، هو محتاج الثلاث نقط، فلقى نفسه مغلوب في اول دقيقه في الشوط الثاني. الخطوط اتفتحت جدا، نص الملعب اتفتح، ابتدت يعني تحسن نسبي وطفيف في اداء النادي الاهلي عن الشوط الاولاني، ولكن هي الفكره انه الهدف سهل الامور اكتر من الشوط الاولاني، يعني بقت غير السيناريوهات مبكرا. يعني غير مظبوط، غير سيناريو بالنسبه للجيش انه لازم يهاجم عشان يعوض، وفي نفس الوقت ادى هدوء للاعيبه النادي الاهلي، فابتدت في محاولات. طاهر نزل مكان القندوسي، عمل حركه ناحيه اليمين رغم انه في بعض الالعاب بيتصرف فيها غلط، لكن في برضه نجح في اكتر من واحده، اللي جت منها ضربه الجزاء اللي عملها لقفشه وتردت كذا مره والسوليه وجت ضربه جزاء، وعمل هجمه في الاخر برضه خطر لعمرو السوليه كان ممكن تبقى هدف. يعني تحس ان بقى في نشاط ناحيه الجبهه اليمين، ما كانش ده موجود لما كان القندوسي موجود، كان في تباطؤ او بطء، ما فيش حركه فيها، فيعني هو كمان ما كانش بيلعب زي طاهر. القندوسي بيبقى ضامن قوي على جوه، لما كان بيلعب في ناحيه الشمال كان ضامن قوي، ما هو يعني عشان ما احنا كانت قلنا بالنسبه له صعبه شويه، احنا قلنا انه مش مكانه، كان بيضم بالظبط، احنا قلنا ان هو مش واضح المكان اللي بيلعب فيه، بيلعب على الجناح، بتحس ان هو مش لعيب جناح لانه ما عندوش انطلاقات جامده وما عندوش يعني ما عندوش سرعات وبتاع، لما بيلعب للعمق بيلعب قدام قوي وبقى ضامن كانه راس حربه، ما بيلعبش كصانع العاب ويستلم ويتحرك كتير وكده. المهم ايا كان انه طاهر لما نزل بقت فيه حركه ونشاط ناحيه اليمين، زي ما قلت لك رغم انه في احيانا تصرف غلط واحيانا تصرف سليم، ولكن فوق الجبهه اليمين، يعني زي ما بلال كان بيقول الشوط الاولاني كانت كل الامور مايله ناحيه عبد القادر والناحيه الثانيه اللي هي فيها اشرف وعبد القادر، الشوط الاولاني لا، الشوط الثاني بقت فيها نشاط شويه الجبهه اليمين بالظبط، الاداء تحسن قلنا نسبيا، ولكن الجيش ما قدرش يرجع للقاء. مصطفى شوبير طبعا بنقول له الف سلامه، طلع في كوره كانت خطر جدا، طلع لعبها بالراس قطعها كويس قوي في توقيت مثالي، بس كانت اتخبط، ولكن مكمل المباراه بشكل كويس ولغايه لما جبنا الهدف الثاني، فمبروك للنادي الاهلي الثلاث نقط الحمد لله. فوز زي ما انت قلت مستحق، وكان مهم انه في مجموعه لعيبه ريحت اللقاء دوت، وخاصه واحد زي علي معلول لانه كان بيلعب بصفه مستمره كل الماتشات، وحتى ما بيريحش دقايق، فكانت فرصه ليه ولبقيه المجموعه اللي ما لعبتش ان هي ريحت النهارده، فمبروك الثلاث نقاط، مبروك ان اللعيبه اللي هي ما لعبتش خدت استشفاء كويس في المرحله ديت. بالنسبه للعيبه
اللي لعبت النهارده لاول مره او مش لاول مره يعني اللي كانوا بيشاركوا على فترات قليله فيهم ناس نجحت وادت وحاولت وفي ناس للاسف لم يستغلوا الفرصه. ايوه الناس لما مش عايز تقول حاجه ثانيه للجماهير عشان الكابتن عادل عايز يتكلم. لا الجماهير بنقول لهم مبروك. لا لا ده بيهزر. انتوا ليه؟ يعني اكمل ولا لا اكمل ايه؟